أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: بالنسبة للأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل؟ الله أمر بالتوكل وأمر باتخاذ الأسباب، ولو كان بينهما تنافيا لما أمر الله جل وعلا بهما. فالرسول كان يفعل الأسباب مع أنه أعظم المتوكلين، كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع من الحديد ليتقيه من السلاح، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون تتطلع أحوال العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها. نعم.